بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام المتقين حبيب القلوب ودوائها محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الإخوة، كما هو معروف الكلمة يا إن شاء الله وخاكم طول شيء، الكلمة يا بعنوان خطبة إبليس لأهل النار. من المعلوم أن إبليس نتيج الكائن الكائنات الحية يخرق ربي سبحانه وتعالى، كما أنه يخرق الإنسان كذلك يخرق إبليس. فالله عز وجل في القرآن اقرنغ والله خالق كل شيء، فالله تبارك وتعالى يخرق كل شيء من توارى إمن أنتواري شيء. فالله عز وجل هو الخالق، وسوى الله عز وجل مخلوق. الله عز وجل هو الرب وسواه مربوب. فلا أشيء ولا أحد أشين في الدنيا ولا في الآخرة إلا ونشي خرقا، وهو الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى من المعلوم أنه يخرق إبليس لعنه الله قبل آدم عليه السلام. إبليس نتيج الكائن مخننا وتنتويري شيء، فيجعل الله عز وجل جرى بني آدم وجرى إبليس يجل الحجاب بحيث زمان شني أنت وراء إبليس. فلأجل ذلك قرن الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، بمعنى أنه يزارشكم أنت للجنودينس للأهلينس، لكن من حيث كنيو وتويري مشي الكائنات لي. قال العلماء أنه رحمة بنا، أن الله عز وجل يرحمنا، يعني سرفينس الرحمينس، أنه ذي نرجع لنشي أنت وراء إبليس، لأن غاسن يجن الصورة تعفد. مهما يكون أن الله عز وجل يخرق ذنين المخلوقاتنا إبليس وآدم، لكن جلس نجل العدوى أزلية قبل ما يخرق الله عز وجل آدم وإبليس. يقاقورينس أنه ذيري عدو الأول لآدم عليه السلام. ميمي أتنخزن بعد، لكن النقطة الأساسية ميمي إبليس عدو لآدم وعدو لبني آدم، لأن النقطة الأساسية هي ذي الحسد. أول ذنب عصي به الله جل وعلا في سماواته هو ذي الحسد، أن من ذنبنا يحسد ويجي الكبير زي الكبائر الذنوب، ماشي المعصية عادية ولكن تذج المعصية الطمقرنت زي الموبقات المهلكات. إني جيس هجاكن إني جيهلكن أي ذبابينس في جهنم عياذا بالله. فلأجل ذلك يقرن النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار كما تأكل النار الحطب، وكذلك للحسد يخرج نوع النفور يجن نوع الهدم الدين، أن يمسر من نغيو ذان ودريشي من سجمين. إمين يعنى الحسد؟ الحسد المفهومين المبسط المفهومين يسهر، هو أن من ذمر يحسد ونظن أنه يتمنى النعمة أني ما يخفت جاخ من أذمني التوكس، ثم النعمة أني أتي لغسنتا
ثم زائد ثمانين هو أنه إخصاص هذه توارة ونظن دي الضج وذ الحسد. الحسد هو أنه أمخنش الحسد غي الجن هو أنه أخسر النعمة نمي جنتا سواء نعمة المال نعمة الدين نعمة البدن نعمة الصحة مخمذقة النعمة يتوكز بمن أذمني أتيري غينش ومع ذلك ماشي يتوكسوها وإنما خصها يتزاغ من أذمني مذلول الطفينوش وذ الحسد يوزقي أمراض القلوب الإنسان مرة يحسد ونظن مرة غزقي نفسي تينس إيج النقطة الحسد إخصاص هذه السن من أذم أن ورين سهرك وغزبود دوا زي فارماسيا وغزبود دوا زي شو ضبير وإنما الدوينس هو ذي عقب ربي سبحانه وتعالى هذه السن بأن النعمة ني ماشي يوشي تنتع وإنما النعمة ني يوشي ربي سبحانه وتعالى وما ريت أمن بأن النعمة ني ماشي يحصل زاك سنتا ماشي يوفي تنتع يوشي الله تبارك وتعالى فمن بيتي مستراح على أن يمكن أسي وشخل انت النعماني وبالتالي ذي طعها ذا نفسي ذي نزقي الحسد. آدم عليه السلام إبشا ذاكس زاكس الله تبارك وتعالى الملائكة قي الملأ الأعلى وقبر بس ورغ آدم أنس من يعني إبليس لأن إبليس إليه تعيشة أقل الملائكة لكن ما إذا تزقي الملائكة نغلى صريح القرآن إقرأك وجيبوا زقي الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إقال الله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن يعني إذا يتجزقي سلالة الجن نغ أبو الجن إذا يتجا زقي الجن ماشي زقي الملائكة لكن أمشغرني فضلت الله تبارك وتعالى قل لحظاني فيسقاربت يجيت جل الملائكة فإلى إطمعاشا أقل الملائكة عليهم السلام إلا الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني ويتعشي الله تبارك وتعالى إفغ خبريد رب العالمين. أدم عليه السلام أمغن النبي الشزاك صلى الله تبارك وتعالى الخلائق وهم الملائكة وجل الملائكة إلى يجذين إبليس إن سن إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني يزغ أجعل غيج الخليفة على كرة الأرضية خضموث إني جاعل في الأرض خليفة الخليفة ييتا من غسوانت هل يتوج الله تبارك وتعالى هل يشبه الله عز وجل هل تغص رمصر الله عز وجل حاشا وكلا ليس كمثله شيء الله تبارك وتعالى لا يشبهه أحد وذي ستي ويحد ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وذي ستي ويحد وغس نيماس نيباباس نيوتشماس ني الأخوات ني أي حاجة هو الخالق ونحن المخلوقون هو الرب ونحن المربوبون فالله تبارك وتعالى يخرق آدم عليه السلام خليفة من تعنى خليفة ما معنى خليفة هو أنه باش ذي طبق شرع الله عز وجل على وجه الأرض هو ذي طبق عدل الله تبارك وتعالى على وجه الأرض لأن الله عز وجل عدل حكم رؤوف رحيم البشر كذلك غصن الصفة ثانيتا أنه لابد أنه مرى الزندين خلفاء في أرض الله خلفاء الله في أرض الله إخصصنا أقى من العدل الحكمة العلم المعرفة إلى غير ذلك يصلحون ولا يفسدون يحيون ولا يميتون فالله تبارك وتعالى يزود يجعل آدم عليه السلام خليفة فلأجل ذلك الناس الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة ماشي ضعطار دانيتا، وإنما تسقسى ملك الملوك نينس الله تبارك وتعالى، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. النان العلماء بأن ذين بعض الكائنات ولعلهم الجن إلى الجان، إلى الجن على وجه الأرض، لكن في الزندكس أنغين سكن الدماء جين المعاصي جين الكبائر فيضماث الله تبارك وتعالى. ثم يسيد آدم عليه السلام، فلأجل ذلك الملائكة يرغب سبق علم أن يوقع بعض المسائل في الدنيا، يوقع بعض المسائل على وجه الأرض، أنه يوقع الخراب، يوقع الدمار، يوقع التقتيل، يوقع الذبح، إلى غير ذلك، يوقع الفساد. فلأجل ذلك الناس يا ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نمشي نتسباحيش، نتعظميش، نتزجغاك، إلى غير ذلك. لكن مثل الله تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فهم يخلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام إجماع زقي كل مكان، يوكل الملك زقي الملائكة إجماع زقي كل مكان زقي كرة الأرضية زقي ضموا ثنو شي حاجة يجيسة شي حاجة سة شي حاجة سة. فيعذر الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، خلق الإنسان من طين زقي الطين زقو بيطوس. فلأجل ذلك أنت في منادم شي ذا شمرار شي ذا زقوا غمقان العلماء شي ذا باركان شي ضوراغ أم أهل الصين شي ذي زقوا غن أم أهل أمريكا الحمر إلى غير ذلك. قال العلماء لأن الناس أمكن النبي عليه الصلاة والسلام الناس معادن إيوذان مخلطين، لأن زقي كل أمكان إيو الملك ني إجدي. فالله تبارك وتعالى يخرق آدم بماذا؟ يخرق آدم بيديه. هل الله عز وجل غصف السن؟ نعم غصف السن. فلأجل ذلك اقرن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين. فالله عز وجل غسي فسن، لكن مخجن فسننا الله أعلم، لأنه ليس كمثله شيء، وجيش الحاج التاوي الله عز وجل. فالله عز وجل هو صفات العلا والأسماء الحسنى. فالله عز وجل يخرق آدم، وهذا تكريم من الله عز وجل لآدم. يعني يا بني الإنسان صورنا الأصل نك، يخرقش الخالق جل وعلا يخرق باباش الأصلي سوفوسينس سبحانه وتعالى. ويجن الشرف أعظم شرف هو أنه سبحانه وتعالى يباشر الخلقة سيف السينس جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يخرق آدم، ثم يجيت أمن سبنا مذين فقط ذاكس الروحينس. فنان إلى إعدة طفينس إبليس لعنه الله، ثم إشاث جذتينس جذتن آدم عليه السلام قبل ما تنفق ذاكس الروح، قبل ما تين ذاكس عروح. فيقراص لقد خلقت لأمر عظيم. يعني شكي خرقي شابي إشين حجد مغا قبل ما سنيني أتسجد، يقرا الشكل خرقذ إشين حجد مغا كل ما مر عليه كل ما يعذى الطافينس، حتى الله عز وجل ينفخ ذاك الروح. فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. جيش الآية نظم إنس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله تبارك وتعالى حينما سوى آدم عليه السلام ثم ينفخ ذاك الروح، أمر الملائكة أسجد. السجود ذا يدا ماشي سجود عبادة، ماشي سجود نغ أنه الملائكة عبد آدم عليه السلام، لا، وإنما هو سجود تعظيم
ماشي لذات آدم عليه السلام، وإنما لروح الله الذي أنفخها في ذلك الجسد. وإلا الجسد لا يساوي شيء، لأن الإنسان ميزي مكرم، مكرم صاروح من هذا المغير يتمتى ضغيا ضغيا، كسي ممتي سياد ممتي كفن ممتي، حتى الاسم تكسنت الزكس قد الدنيا لقاص عبد الله نيغ محمد نهاي غايمث وسقنشي ما سياد المسي محمد ما نضرب محمد ما زوج مخ محمد، لا في الجنازة. ما الجنازة تايتا؟ الجنازة نفران سياد المس الجنازية زوج مخ الجنازية تبع من الجنازية نضرب الجنازية. فالجسد لا يساوي شيء، لكن من عندنا المسألة نيجي جوهرية، من عندنا المسألة اللي تستحق التعظيم، المسألة هي الروح، ونفخت فيه من روحي. الروح روح الله تبارك وتعالى، انت تيجي تجل الأصل. فلأجل ذلك الملائكة تسجد بأمر الله عز وجل، يطلب زكسن أتسجد بغض النظر مخميك السجود أتسجد، لأن أمر إلهي الله عز وجل أمر يخصص لا بد تقص الأمر. لكن الشقي إبليس الشيطان أشقى خلق الله، قم كانت في سجد لن تمتنع. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى يجي واستكبر إكبر وكان من الكافرين. نلاقي الآية نضي نس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قام أنا يخلق نشوف سينو الشيطان يا إبليس يا عبدي، لأن أنت عبد الله. إن نسق خلق آدم سيف سينو وش يجعل نشك وتقيت يجوز السجود، خلق سوف سينو أمرش أتسجد، ومع ذلك العصيد. ما السبب؟ السبب يظهر هو الحسد. أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين، نجد خلق الذي يزقي النار يزقي العافث، والعافث قاع مخلصين ذاك يجنوع الشدة يجنوع القوة يجنوع البطش، بخلاف التراب بيجدي يجن حاجة هادئة. فدائما تكبر يتيجيش نحاش داكس القوة. إنس أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين، تكبر. ثم يجي القياس، القياس خر عافيث خيشتي، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، فزقي الجنة، فزقي رحم الله تبارك وتعالى، فزقي لطف الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الشمس زكس من خصم ولكن يجنحش، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إيش نحشتوا الجنة قانكم، لكن تشجت ثانيتا وغست قارن نشنين توارى الأمر سهر، لكن الحقيقة على أرض الواقع الأمر قصح وقنس الابتلاء، ابتلش الله تبارك وتعالى. إنس إلا هذه الشجرة فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها إسقر بيث نغسط شجعتني، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ودلهما بغرور. يعني آدم عليه السلام يسن بأن شجعتني الناس ربي سبحانه وتعالى غسط قربشي، ومع ذلك أمي يسيد إبليس أنت آدم ويسنشي لإبليس أسي الزج بالله عز وجل، أنت تغير صنعي غسي الزج. وقاسمهما يعني الزج سن الزوجة سي آدم اضحوى على أنه انت زقي الناصحين، فدلهما بغرور الإغراء يقسج النوع الغرور. فأكلا منها فالشين زقي الشجاطني، فبدت لهما سوآتهما، يعني يمشغلني تسميرا غاسن النور خلعورة ثنسن
سين ساون تضعيا سن كرشي. فبدت لهما سوآتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قيم انتقصاصا ذي ورقين شجاث تعلق انتقاصا بشوت صلانشي العورانس. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يكنيش نغيهشكم نهيهشكم نغاكم وتقارمشي أتشجاثني قاتشجدين هاي غاتشم زجس أتضعصي ماي. ثم نغاكم بأن الشيطان العدو لكم الأول مشكم يوغن ميمذ جمامية. لكن أدم عليه السلام اندم ومهلا يكون آدم عليه السلام سالخوف الشديد زق الله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنني يا ربي نشني لعابدينك نظلم ذا نفسي في النغ ماشيش كذا نغض الظلم نشني نظلم يخف النغ. لكن ما رو ذا نغض رحمة شي روخ وذا نغض شيش المغفرة روخ وذا نغض سمحة شي روخ أني رزقي الخاسرين أبد الآبدين أبد الآبدين. فيقبر الله عز وجل زك سن توبني. فتجاوز آدم عليه السلام وتجاوز حواء. لكن الله عز وجل يحكم خاسن الأكلني أنه تفغنزقي الجنة أذهوان أضمواث أهوان أضمواث. فإن الله تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الكافرين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو. إبليس وبني الإنسان جلس نين الأعداء وتسنشي أجيوية بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومتاع إلى حين يعني حتى تمثل كوري جنغس نعينس محدود كوري جنغس العمرينس محدود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم آدم عليه السلام يوشاس ربي سبحانه وتعالى خز الله تبارك وتعالى أيها الإخوان خس الله عز وجل الرأفة ذا الرحمة سالخلائقينس. وإلا آدم أتفويس شد عني. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. متعنى الكلمتني ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم عليه السلام يعصى الله عز وجل يخالف أمر الله يطيع الشيطان في غرور يغاري الشيطان يطيعه. ومع ذلك الله عز وجل اسقذت الكلمات بشنتيني ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. كلمات يشسن الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام. فأي رحمة هذه وأي رأفة هذه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقرن رحمة الله عز وجل ذو سع كل شيء حتى البهيمة شينزار جي الأفلام الوثائقية الحيوانات الندمانيني حتى الحيوان الضخم ضم قران برميتيري احن جاي نسيا الزوضي التزقس الأم ضاينس بشا وخسر الجنشي. انت في الأسد المفترس الأكبر يتزر خلفيل يتزر الحيوان الكبار يتفيضن يتمزقيثن. لكن حاموشي سنتي طعيا كيذس كذا يتزر كيذس الأسد حيوان وغصبوا الرحمة. لكن رحمة الله عز وجل الحيوان يا مزيان ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمة الله تبارك وتعالى عظيمة وعظيمة جدا. ويزمش للجن أذي حجب رحمة الله تبارك وتعالى حتى ولو على الكفار المشركون. من معنى الله عز وجل يتشسن ننزع يتشسن المكلة يتشسن الصحف يتشسن المأوى يتشسن رحمه
إتيش أسن صمر أي حاجة ذنفع من أذن إلا ويتيش أسن الله تبارك وتعالى ويتذقي باب الرحمة أن الله عز وجل واسع المغفرة عظيم الرحمة شأنه عظيم سبحانه وتعالى ألا يستحق الله عز وجل سرأفة يا ثنيتة سرحمة يا ثنيتة أتنعبذ ألا يستحق أن الإنسان من مغير أذي ارتكب شين الذنب نغشين الخطيئة أذي تب من قريب أذي تب إلى الله تبارك وتعالى ألا يستحق الله جل وعلا أن من ذم مرمي إتتوث إتترب سبحانه وتعالى أنه أذي عقب نفسي ثين شي حاجة أسيني شوف أقانش غزاء من تقيق الله تبارك وتعالى غزاء من ذي وش الصحاف غزاء من ذي وش المال غزاء من ذي وش يعني اسم يعني الأهل المأوى المكلة كذا ثم يعود من قريب أذي عقب ربي سبحانه وتعالى فالله عز وجل واسع المغفرة بالكفار بالمؤمنين بالمشركين بالحيوانات بالجن بكل شيء لكن لأجل ذلك يسمى يخفين الله عز وجل الرحمن الرحيم فالرحمن أمقان العلماء هي الرحمة تمقرنت والرحمة يثيت الرحمن الرحمن أتشمل كل شيء تشتمل على الكفرة المسلمون الفجرة الفساق الطائعين إلى غير ذلك وذين بول الفرق الرحمة الله عز وجل تمقرنت انت ورث شيء الدنيا أما الرحيم فقال العلماء بأنها خص سجل الفئة وهو الفئة المؤمنين يوم القيامة لأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما أما في الدنيا فهو رحمن سبحانه وتعالى ورحمته يعني وسعت كل شيء إهو آدم عليه السلام فالله تبارك وتعالى يحذر نغزق إبليس يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وخاء آدم عليه السلام هو غموث إلا أن الله عز وجل يحظ بني آدم ضوان آدم عليه السلام ضوان آدم ذريين يحظى ينغز كل شيء يحظى ينغز إبليس اللعين لأن انتج العدو وذن تويري شيء النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأحوال ينس إلى يتعود زقي الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وشعره أربعة دقائق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله تبارك وتعالى قال القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لأن من يعني أني يجي توارن الشيطان ربي سبحانه وتعالى إنه بصير إنه سميع إنه عليم فأولا يجل ما يزمشين الجزء الشيطان إلا أني إشي خرقا فالله تبارك وتعالى يوضينا تسمى يوشانغ الحل أننا أنحصن في النغز إبليس أي حاجة تحس الزاكس بأنه مخالفة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي حاجة تحس الزاكس بأنها مخالفة لله عز وجل فاستعذ بالله إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى الغضب ليس نقانشني نغضب قام ماشي زعما من الذم عما اسمه يغضب لكن الغضب أمخنا النبي عليه الصلاة والسلام يغضب يجن الطفينس فإن سن إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عز وجل ما به فإن ما عليك شياذيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوقت الغضب لأن الغضب زي إبليس ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان قائما مال الإنسان يبد أذي قيم حالة الغضب مال يقيم أذي الزر مال الزر مال ينقيم عذيس من غايق فليتوضأ فإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء إذن إبليس لعنه الله أنت دائما يجمع الفريسين
النهار يغير في أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إبليس لعنه الله قيزوج الناس يا ربي وميت سفغ الذيز قيل الجنة سهوي ذي ذانيتا قفى بعزتك لأحتنكن ذريته. قيل آية إنس لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الله إبليس سلجنود إنس قال إبليس غاسل جنود قال ماشي لابد هذه صراك أنت غاسل جنود إنس مدربون. فأقش محيط الشياطين أقش محيط سلجنود إنس فبعزتك لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني نش أجب ذغاي الذرياني أذهلك الذرياني إلا شي حاجة الزكسن لأن أمخنا الله عز وجل وقليل من عبادية الشكور. وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. إذن وإن تطيع أكثر إذن القليل يوذني جيجان الطريق. إنس لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم أمي الزج إنس لآتينه من بين أيديهم أذ يسي جنزاث ومن خلفهم ستكامين وعن أيمانهم خفوسي وعن شمائلهم خزرما ولا تجد أكثرهم شاكرين. قيس زوج إبليس قام شي طعية قيس زوج بعزة الله قانت ماشي مشرك إبليس ماشي مشرك إبليس موحد يوحد الله تبارك وتعالى ينسف بعزتك وسيني شي حق للمكة وسيني شي حق للإمة وسيني شي حق